هاد جوج النقاط كتهم طلب الدعم المالي لتنفيذ برنامج عمل الجماعة، والنقطة الثانية هي الدراسة والموافقة على مراجعة القرار الجبائي. إذن هذه هي النقاط اللي تناقشت اليوم وتمت المصادقة عليهما بالإجماع. وهناك في نهار 16 نهار 3 الجاي إن شاء الله هناك نقاط أخرى. إذن هذه النقاط اللي غادي تهم الدراسة والموافقة على اتفاقية الشراكة والتعاون فيما يتعلق بالتكوين ديال الموظفين. النقطة الثانية دراسة مشروع الميزانية ديال 2019، والنقطة الثالثة اتفاقية لإنجاز ملاعب القرب. إذن هذه رسالة عملية خصها تنفذ. ثم النقطة الرابعة هي هو التداول في شأن ملتمس استقالة رئيس المجلس من رئاسة المجلس. هذه النقطة جاءت بطلب من أغلبية الأعضاء اللي هما 12 عضو كيطلبوا من الرئيس إدراج هذه النقطة ديال الاستقالة، وهي اللي غادي تداول فيها المجلس طبقا للمادة 70 من النظام القانوني ديال المتعلق بالجماعات المحلية. تمس النقطة ياد بأن بين بعض المشاكل بعض المسائل مس الجماعة اتفق بعض الإخوان 12 أعضاء 3-4 سنة قد مكني الملتمس يجاوب السيد الرئيس إنك ترجعنا 4. إذن هذا إلا غير سؤال إجا مشكل غصة دريغ الرئيس صباح ورتريغ. إذن بين قوسين إلا كرا علاش نيغ الرئيس ورتريغ ورتريغ ويجي انت شخصيا ورتريغ كرئيس ورتفع الملتمس ورداريت اللي لا دريت الرغبات باش تدفع الملتمس نية المادة 70 فقط القانون إخصاء استفعل. إذن مدنا غص اللي قيلي زين ديد نغورين الرئيس صباحا نورين الرئيس هذا وند المدنا دوري التجان الجماعات ولا البلديات ولا الشؤون كل شيء المغرب ينسيقيز أي زيقيز لقدام. إذن غاص صريخ غاص دور كريغ نتساءل عمل استفهامي اللي ميتونن ارتدعو جميع السكان جماعة ربعي طب الله ونيرا ندي حاضر س دورا 16 يختن ربي باش حاضري الدراسة ولا الصحافة لا مانع القاعات قتل الجميع باش يحضر كل شيء وردار كرام ما نحضو وردار كرام ما نستنتال الجماعات قتل السكان يتعب الله الأعضاء قنوين السكان يتعب الله الرئيس قنوين السكان يتعب الله الصحافه راه داخل ساعدني مدن غير اللي الضروري اللي الامكانيه باش تحضر داخل القاعه للخارج الوطن باش تنلك من كل شيء ما يترواج داخل الجامعه.